ومعنا من إسطنبول الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي للحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات المبكرة في ظل استمرار نفوذ الأحزاب وعدم حصر السلاح المنفلت بيد الدولة. مرحبا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. اتهامات بين القوى السياسية بالتوجه إلى تزوير الانتخابات المقبلة، ما احتمالية تكرار السيناريوهات السابقة وبقاء نفس الوجوه الحالية؟ التزوير هو ثابت في الانتخابات العراقية من 2003 وإلى الآن، فلا يوجد إمكانية تغيير وليس إمكانية تزوير. إمكانية التزوير هي مفروضة وهي موجودة على الأرض، ولا يوجد أي إمكانية إصلاح للعملية الانتخابية في العراق، لأنه هي مبنية على الخطأ وأسست على الخطأ. ولهذا السبب كيف الانتخابات تدار من قبل ميليشيات، كيف الانتخابات لا يشارك فيها الشعب العراقي، لا توجد عليها رقابة، لا يوجد إعلام حر، كل هذا غايب عن الانتخابات العراقية منذ 2003 الآن. ما الذي يجعل العراقي يتفائل في انتخابات مقبلة ولن تعالج هذه الأسباب السلبية؟ نعم، هذا سؤال مهم. البعض تحدث عن دور إقليمي في تشكيلة العملية السياسية، ونواب قالوا أن دولة مجاورة لم يسموها مستعدة أن تحرق العراق من أجل ضمان نفوذها. من هي تلك الدولة ولماذا يتكلم النواب بهذه الطريقة؟ يعني أعتقد هي الدولة لا يشك فيها إيران، وهي أحرقت العراق وليس سوف تحرق العراق. هي أحرقت العراق من 2003 إلى الآن، أحرقته بصراعاتها الطائفية، بإثارتها الطائفية في العراق، أحرقته بدعم التنظيمات الإرهابية، أحرقته بدعم الميليشيات وتدريبها، أحرقته بمشروع التوسعي تحت مبدأ تصدير الثورة. كل هذا يعني هي إيران التي أحرقت العراق، ولكن علينا أن ندرك أنه لا يمكن لإيران أن يكون لها هذا الدور دون الرضا الأمريكي. فهناك تنسيق على المستوى منذ 2003 وتعاون مشترك فيما بينهم على احتلال العراق والسيطرة عليه وتحويله من دولة مركزية موحدة إلى دولة كانتونات. نعم، في الانتخابات الماضية كما تذكرون لعبت الميليشيات وسلاحها والأحزاب بسطوتها دورا كبيرا في تزوير النتائج. هل تتوقعون ذلك في الانتخابات القادمة؟ بالتأكيد، يعني التزوير اليوم لا يتكلم عنه مراقب خارج العراق ولا يتكلم عنه متابع أو ناخب فقط، بل يتكلم عنه المرشح والأحزاب نفسها تتكلم عنه. كيف تحرق الصناديق الانتخابية؟ كيف للميليشيات أن تشارك؟ أنا يعني أعجب لكثير من الناس يتفاءلون بأن هناك انتخابات مبكرة. المسألة ليس مسألة وقت، المسألة مسألة تشريع ومسألة تنظيم للانتخابات. اليوم إذا تريد انتخابات حرة نزيهة يجب أن توفر لها شروطها. عامل الوقت ليس مهم بقدر ما هو عامل الكيف. الكثير يركز على عامل الوقت دون التركيز على عامل الكيف. الكيفية غائبة، نفس الكيفية القديمة ستعاد في إجراء هذه الانتخابات، وهم متصارعون، واحد يقول مبكرة والآخر يقول أبكر، وكأنما هو بازار ومزايدة سياسية. الموضوع كيف تجرى الانتخابات في هذا البلد، ومن يصرف عليها، ومن سيرشح، ومن سيشارك، وما هو دور الميليشيات، وما هو دور هناك. كل انتخابات تجري في العراق يستوردون صراعات دينية قديمة منذ أكثر من 1000 عام يستوردوها لهذه الانتخابات. أيضا تكثر الاغتيالات والتفجيرات و يعني توتر الوضع الأمني، كل هذا من أجل فوز الفاسدين وبقائهم في السلطة. لهذا السبب أعتقد الشعب العراقي راعي لمثل هذا الإجراء، وسوف يعاقبهم إن لم يتم إصلاح هذه السلبيات. نعم. وإن أنا أستبعد إصلاحها سوف يعاقبهم بالمقاطعة الشاملة كما قاطعها في الانتخابات الماضية. على ذكركم للمقاطعة والنسب المتدنية للمشاركة في الانتخابات، هي في الحقيقة تصدم فرقاء العملية السياسية في العراق، لكن السؤال على ماذا تراهن الكتل الحاكمة الآن، لا سيما رئيس الحكومة الحالي الذي أشار لمعارضة الأحزاب له في هذه الخطوة؟ يعني شوف، هو أولا العملية السياسية في العراق لا تعتمد على عدد المصوتين لأن هي مبنية على المحافظة. أعطيك مثاليا، مثال الأول في 2004 العرب والسنة لم يشاركوا في انتخابات وأخذوا نفس الحصة، رئاسة البرلمان وعدد من الوزارات، لم يشاركوا مطلقا بالعمل الانتخابي، ليس لهم أي استحقاق. في 2010 فاز الدكتور إياد علاوي في قائمته ولم يسمح له بتشكيل حكومة، لأنه العملية الانتخابية ما هي إلا قناع لعملية سياسية فاسدة يراد يعني فرضها على الشعب العراقي وتقنينها من خلال هذه الانتخابات. لهذا السبب النتيجة محسومة
سواء أجرت الانتخابات أم لم تجرى. سؤال يطرح نفسه، ماذا لو فاز مسيحيا في الانتخابات القادمة؟ هل يسمح له بتشكيل حكومة؟ الجواب لا. ماذا لو فاز كرديا أو عربيا سنيا أو غيره؟ الجواب لا. إذن الانتخابات كنتيجة محسومة، ولكن ما هو إلا إضفاء شرعية لها من خلال هذه الانتخابات، وسيشارك فقط جمهور الأحزاب زائدا من يحمل السلاح من الميليشيا. نعم. في المقابل المتظاهرون طالبوا بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة يسبقها حل البرلمان واستقالة الحكومة. إذا ما تم ذلك بالفعل، ما مصير الطبقة السياسية الحالية؟ يا سيدي، هذه المطالب على يطالبون بها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي جزء من المشكلة منذ 2003 وإلى الآن، وهي غطاء شرعي لها. الأمم المتحدة لم تدن أي حكومة مرت على العراق، وهي كل حكومة تمر على العراق تقتل آلاف. هل سمعتم إدانة من قبل المتحدة لهذه الحكومة وحاسبتها؟ منذ حكومة الجعفري ثم علاوي والمالكي والعبادي وإلى آخر إلى حكومة عبد المهدي. نعم. جميع هؤلاء قتلوا الآلاف. ما هو كان دور الأمم المتحدة؟ إذا الأمم المتحدة لا تنقذ أرواح الناس ولا تساهم بها، هل ستنقذ انتخابات؟ هذا تناقض، وهذا طلب يعني أشبه واحد يطلب من يحتضر يطالب منه في إنقاذ حياته. هذا أمر يعني متناقض ومرفوض، ولا يمكن الأمم المتحدة أن يكون لها دور إيجابي في العراق. نعم. طيب، فيما يتعلق باستمرار التظاهرات في البلاد، كيف يمكن أن يلعب دورا في التغيير في العراق ولا سيما في المراحل المقبلة؟ أنا أعتقد التظاهرات يعني إيقافها يعني هو كارثة على العراق وعلى المتظاهرين. يجب أن تستمر، ولكن بآليات جديدة، لا يمكن أن تستمر على نفس الآلية. هناك محاولات لمص الزخم الثوري من المتظاهرين أنفسهم، ولهذا إذا فقد المتظاهرين الزخم الثوري ستفقد الانتخابات المظاهرات بريقة، ومن ثم تتحول إلى انتكاسة وصدمة للمتظاهرين. عليهم أن يغيروا من الوسائل ويثبتوا على الهدف. الهدف هو تغيير هذه العملية السياسية، والوسائل قابلة للتغيير أي نوع كان حسب متطلبات المرحلة. من إسطنبول الأستاذ حسين السبعاوي، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.